انا حقول لك سر قولي وبتصير بعدين انت على هسه سهوله راح تقولي لي السر ها حاعطيك كل السر لك وللمشاهدين كمان السر الاساسي بتتبيله اللحم هو اللبن الزبادي لبن الزبادي فاحنا لما بنستعمل لبن زبادي مو بس الفكره انه عم نعطيه طعم هو بيكون بيس الخلطه اوكي انا بحضر الخلطه كلها على جنب بعدين برجع بتبل فيها اللحم فكره اللبن انه بيطري اللحم طر اللحم والحموضه هاي الاسيد اللي موجود فيه هو اللي بيعطيه هذا الطعم فالاشياء الحامضه الثانيه اللي موجوده هي كمان دبس الرمان يا سلام فحضيف مع اللبن دبس الرمان طبعا الخلطه برعايتك انت ها برعايتي يعني يمكن كل حدا بيعمل الخلطه بطريقته وهيك وحتى بنرجع بنحكي عن البساطه مثلا بس ملح وفلفل اسود وزيت زيتون طيب كثير بس هاي للنقعه يعني اللي بده ينقع خروف او كتف هاي افضل طريقه